شكلت الكرسي هذا طلع الصوت. هاي كرسي استاذ. لا لا لا. نسمع علينا الهوى من نفر الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي يا هوى يا هوى يا اللي طاير بالهوى في منتورة أو صورة خدني لعن دنيا هوى فزعني يا قلبي اكبر فيها الغربي وما تعرفني بلادي خدني 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 على بلادي. مرحبا، كيفك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الحمد لله. ما شاء الله، شو الصوت الحلو؟ انت احلى. تشوت شو طيب كيفك؟ الحمد لله. هلا احنا قلنا امبارح شاركتي شفناكي، طبعا ولاء خالد صوت اردني مميز سمعتوه عبر برنامج صوت الاردن، وقلنا الشرف انه نعمل معها انترفيو لقاء صغير. ولاء عمرك انت في المدرسه؟ اه عمري 15 صف العاشر. ما شاء الله. كيف تدور الدروس؟ الحمد لله. طيب ممتاز. طبعا الدراسة شيء مهم في حقه. في 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 تهذيب وسلاح الإنسان. ما بدنا نحن نحكي بهذه الأمور لأن هذا شيء مسلم فينا مثلا. طيب ولا أنت سمعت عن البرنامج؟ أنا تابعت يعني من أول ما أعلنوا هيك من أول حلقة يعني. بلشت أتابعه وحبيت إني أشارك فيه والحمد لله أجيت. كنت خايفة مثلا قلتي بدي أطلع على التلفزيون وكذا ومش عارف؟ لا أنا أحكي لك يعني حلمي من زمان إني أنا أطلع على التلفزيون وأغني قدام سيدنا. ما شاء الله. طيب تحية لسيدنا وسيد البلاد أبو حسين جلالة الملك عبد الله المعظم. يعني شاركت إيه نشاطات مدرسية و في كتير نشاطات. أنا طلعت مع حفلات في الزرقاء، حفلة الزرقاء صيفة، وأنا يعني بغني كتير. أنت يعني أنت في على في كنت يعني في ضمن المحافظة اللي تابعة إلى التربية والتعليم. هلا أنت شوفتي من قبل الجمهور الكبير اللي بتابع برنامج صوت الأردن، وهي أول مسؤولية. بعدين مسؤولية كبيرة. مسؤولية كبيرة طبعا، ونحن نتمنى لك انه انت يعني تكوني مقدرة لحجم هالمسؤولية، وناس متعاطفين معك. انا هيك لمست او شيء كونه انه صوت لسه يعني برع في عالم الفن، والفن مثل اي وسط يعني في ثغرات وصعوبات، بده جد وبده كذا وشيء. صوتك بتغني كثير مثل فيروز مثلا، بتحبي فيروز هيك؟ والله انا الصراحه يعني اول ما اجيت على البرنامج اشي كنت متحيره بين الوطني وبين اني اغني فيروز. حلو الوطني. الحمد لله صح، نصحوني هم اني اغني لفيروز وقدمت. يعني اقول لك شيء، يعني دائما اغاني فيروز مش سهله. صح وصعبه ويعني هي طبيعه الالحان فيروز الرحابني وكذا. بتعرفيهم الرحابني؟ لا. الرحابني هم اللي عملوا فيروز، اللي عملوا قدموا الالحان لفيروز من الراحلين الكبيرين الاخوان رحمن العاصي ومنصور الرحابني، كتاب وشعراء كتبوا اجمل اغاني، عملي اغاني كثير. طبعا هذا الشيء كان احنا نقدر الشيء كان انه عمرك صغير و يعني لسه عم تتعلم، لسه عم تكتسبي انا على المونتاج مش مشكله، عم تكتسبي تكتسبي معلومات وخبره ان شاء الله. طيب هلا بالنسبه يعني بالنسبه للاهل اللي لمست انه شجعوك الاهل و صح معجبين في الصوت؟ صح اهلي كثير شجعوني وخصوصا المدرسه يعني كثير شجعوني. بس بدي اشكر مس هيفا روسان مديره مدرستي، يعني هي اكثر شيء دعمتني، وحتى كانت بدها توديني يعني توصلني لهون بس يعني هي متابعه يا ستي، انه وجه لها تحيه. ويعني انه الناس كانت مآمنه في صوتك او عارفين انه انت بتغني عندك صوت خامه حلوه وكذا وشي. طيب هون في مجال نسمع شيء اي شيء وطني بدك زي ما بدك اردن غالي
شمالي بيحبنا ومعلوم نحبه. أرض بلادي أرض جوادي نعشقها شرقا وغربا. أحلى محكم إيش؟ طب ماشي. لا مش مشكلة. لا بكل بتمنتج. طيب هلا هنقول مثلا شيء شيء انت حافظه لهجيني حافظه شيء ثاني حافظه شيء مثلا زي لهجيني او يعني قول يعني حافظه اغاني كثير لحسن السلمان. شو قصه حسن السلمان؟ وقعت حسن السلمان بغني دبكه ما بناسب البنت دبكه. عرفتي كيف؟ طيب يا ستي هلا عم استوب الكلام. وان حاولت انك تغير صورتك الحلوة فعيني مش هتقدر. وان حاولت انك بغدرك تقتل الشوق اللي بيا مش هتقدر. وان بقى في عمري زمان حبك اقوام الزمان. يا جماعة يعني انتو الحكم الاول والاخير. 238 صوت ولا يستحق الدعم والتسويق. هذا الصوت لسه في مرحلة النضوج ان شاء الله نتمنى لها كل المؤازرة والدعم من كل الناس ومن الصبايا بلدنا لانها صوت فعلا يستحق الدعم. طب ولا لك شيء مثلا يعني اوكي نفرض انه يعني ان شاء الله بتمناك انك تتقدمي وتصلي لمراتب متقدمه وتكوني صوت الاغنيه. اوكي عندي فكره الاحتراف الفني انه شيء يعني بتعرف شو الفن يعني احترافه؟ انا بعرف انه كله صعوبات بس الانسان الشاطر هو اللي بتعداها. طبعا يعني الانسان مثل اي وسط اي مهنه انه لازم يكون يعني يعني ذكي لانه الحياه صارت صعبه وصار كل شيء تجاري ومبتذل مع الاسف مع الاحترام يعني اني احكي هالكلمه. لكن احنا في زمن صعب لازم احنا نرجع. اقول لك شيء ولا انا بحكيها يعني بهالتسجيل اقول لك شيء انه اسمعي لكبار المطربين مش غلط انت يعني لسه في مقتبل العمر. اسمعي للكبار اسمعي عبد الحليم اسمعي فريد اسمعي ام كلثوم اسمعي فيروز. انت بتحبي فيروز؟ هدول احسن مدرسه هدول القاعدة الأساس بالضبط. يعني هدول مش يعني هدول رموز وكذا. ف يعني احنا نتمنى احنا بنعرف انه هيك بداية يعني برافو عليك. احنا كبداية شيء رائع جدا وانا تشرفت باني عملت هاللقاء السريع عبر في مقر جلسات المحترم ولشركة الدليل العربي ديوانجي ومعكم هاني الأردن وشكرا.